من أحداث اليوم أيضا وجه وزير الزراعة السيد القصير بضرورة زيادة عدد الآلات والمعدات في محطة الزراعة الآلية بتشكى بما يلائم طبيعة المشروع واحتياجاته. جاء ذلك خلال تفقده مشروعات تنمية تشكى، حيث زار محطات البحوث والزراعة الآلية والمحجر البيطري والمجزر الآلي وزراعات القمح والنخيل والمانجو. ووجه الوزير بضرورة الاهتمام بتدريب وتأهيل المزارعين والاستفادة من إمكانيات معامل التربة والمياه في محطتي البحوث في دراسات الحصر التصنيفي. للمزيد من المتابعة والتفاصيل عبر الهاتف ينضم إلينا دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة. دكتور محمد أرحب بك يا فندم. أهلا بحضرتك فندم. يعني دعنا نبدأ معك بتفاصيل أكثر، إلى أين وصلت مشروعات تنمية تشكى أو محطة الزراعة الآلية بتشكى يا فندم؟ يعني الحقيقة أنت حضرتك في خلال زيارة اليوم إحنا حضرتك عارفة قد إيه اهتمام وكيل الدولة المصرية للتوسعات وأحداث نقلة نوعية في قطاع الزراعة، وإحنا كان جهودنا بتنصب في محورين رئيسيين، المحور الأول هو محور زيادة المساحة المنزرعة، من إحنا نلاقي عندنا أراضي جديدة نقدر نزرعها، وتشكى هي أحد روافد هذه التنمية في زيادة المساحة المنزرعة، وأيضا بنشتغل على تعظيم إنتاجية وحدة الأرض ووحدة المية، وعندنا الحقيقة إحنا بنطبق أعلى معايير الجودة العالمية في استخدام المستلزمات الزراعية والمعدات الزراعية بشكل يحقق كفاءة وفعالية أكبر في تعظيم الإنتاجية وزيادة دخل المزارع المصري بشكل يعود بالنفع على كمان الأمن القومي والأمن الغذائي للمواطن المصري. فعلشان كده الحقيقة الدولة المصرية ووزارة الزراعة اهتمت بإنشاء وحدة للزراعة الآلية لتوفير الميكنة اللازمة للمزارعين في منطقة تشكى. كمان عندنا الحقيقة معهد مركز بحوث الصحراء الموجود في تشكى، طبعا هذا المركز هيكون من الأدوات اللي بتساعد في خدمة المزارع المصري وفي حصر وتصنيف التربة وتحديد المناطق التي يمكن زراعتها والمناطق التي لا يمكن زراعتها. وطبعا في خلال زيارة المعالي الوزير النهاردة أكد على ضرورة توافر المعدات بشكل كامل وزيادتها وتوفيرها أمام كل من يرغب من المزارعين في منطقة تشكى علشان تقدر تساعدهم في تعظيم العوائد الخاصة بهم من المنظومة الزراعية، خصوصا في ظل اهتمام الدولة زي ما قلت لحضرتك من تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، لأن توسعاتنا مش بس توسعات أفقية إن احنا نزرع أراضي جديدة، إنما كمان توسعات رأسية علشان نعظم الإنتاج من الأراضي اللي احنا بنزرعها. نعم، طيب هذا من جانب، من جانب آخر دكتور محمد لو نتحدث عن تفاصيل فكرة تدريب وتأهيل المزارعين يا فندم. الحقيقة هو برضه بنفس المنهجية، احنا بنتكلم على المزارع المصري كلما زادت قدراته وكلما رفعنا من قدراته ومهاراته في التعامل مع الأراضي والمياه، كلما كان هناك إنتاج أكبر، كلما كان هناك عائد أكبر يعود بالنفع عليه هو شخصياً وعلى الدولة المصرية من خلال توفير مزيد من الأمن والغذاء للمواطن المصري. فاحنا لما بنتكلم على تدريب العاملين او تدريب العاملين في قطاع الزراعه، احنا دربنا يمكن اكثر من 15,000 واحد على استعمال المبيدات الزراعيه علشان نقدر نوفر او نقدر نحافظ على افضل معايير الجوده في الانتاج الزراعي، ويمكن بان معانا الكلام ده في فتح مزيد من الاسواق الخارجيه. ايضا احنا بنتكلم دلوقتي على تدريب العاملين بقى او تدريب المهتمين بالقطاع الزراعي والفلاح والمزارع المصري على استخدام التقنيات الحديثه، استخدام الميكنه الزراعيه، استخدام احدث الاساليب زي مثلا نظام زراعه المساطق في منظومه القمح، استخدام او التعرف على الخريطه الصنفيه اللي من خلالها يقدر يعظم من انتاجه، لان احنا بنعمل كل سنه خريطه صنفيه للمحاصيل التي يمكن زراعتها وتحديد المناطق التي تجوز فيها. طبعا ده بيساعد معانا وبيدينا افضل انتاجيه ممكنه. كل دي معايير وكل دي ادوات احنا بنديها للمزارع المصري، وعندنا المراكز البحثيه المتخصصه والمعاهد المتخصصه بتكون احد البوابات التي تساعد في تدريب وتاهيل العامل والمزارع المصري والفلاح المصري وكل عاملين في القطاع. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من تفاصيل. الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزاره الزراعه، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.